إن الحقيقة يجب أن تبقى سراً، فأما العامة فهم يحتاجون إلى تعليم تتناسب مع عقولهم الناقصة، البناؤون الأحرار أو الماسونيين. أهلاً بكم في القصة وما فيها. المفترض إن الماسونية منظمة أخوية عالمية، والمفترض برضو إنها منظمة سرية، بس الأكيد إنها منظمة غامضة جداً. كلمة ماسونية أصلها ماسون يعني بناء، وكلمة فري معناها حر، فبقت فري ماسون يعني البناؤون الأحرار. الماسونية ليها رموز كتير، لكن أهمها هي تعامد مسطرة الهندسة مع البرجل، والرمز ده ليه معنيين. المعنى البسيط إنه بيرمز لحرفة البناء، لكن المعنى الأعمق إنه بيرمز لعلاقة الخالق بالمخلوق. والرمز ده ليه زاويتين متقابلتين، الأولى بتدل على علاقة السماء بالأرض، والتانية بتدل على علاقة الأرض بالسماء. وسبحان الله، هو ده بالظبط معنى نجمة النبي داود. وفي النص بقى هتلاقي حرف الجي، واللي الماسونيين نفسهم اختلفوا في تفسيره، فمنهم اللي قال إنها بترمز لكلمة جد اللي هي الله، ومنهم اللي شايف إنها أول حرف من كلمة جيومتري اللي هي الهندسة، ومنهم بقى اللي راح في حتة تانية خالص وقال إنها أول حرف من كلمة جيومترا. والجيومترا بقى هي 32 قانون حطهم أحبار اليهود لتفسير الكتاب المقدس سنة 200 قبل الميلاد. أما بقى أشهر رموز الماسونية على الإطلاق فهي العين الواحدة، عين محاطة بأشعة الشمس، وعادة بتكون فوق هرم غير مكتمل. بيقولوا إنها بترمز لعين العناية الإلهية، أو العين التي ترى كل شيء، لكن في ناس تانية بتقول إنها بترمز لعين المسيح الدجال اللي هو الممشياك أو نبي آخر الزمان عند اليهود. نيجي بقى لتاريخ الماسونية. أحب أقول لكم إن مستحيل حد يقدر يعرف إمتى بالظبط نشأت الماسونية، مش علشان هي منظمة سرية، لا، ده لأن الماسونيين نفسهم ما يعرفوش هي بدأت إمتى أصلاً. منهم اللي قالوا إنها تأسست في القرن الـ18 سنة 1717، لما أسس جوزيف لافي وابنه إبرام أول محفل ماسوني في لندن، وتسمى بالمحفل العظيم، ومن بعده محفل فرنسا سنة 1728، وبعدها بقت بنت محافل في كل حتة في العالم، وطبعاً أمريكا حدث ولا حرج، محفل في كل ولاية. اللي بيدعم التاريخ ده بقى إن أول دستور للماسونية اتكتب سنة 1723، واللي كتبه جيمس أندرسون راهب في كنيسة المشيخية الاسكتلندية، وكان دستور صارم ما ينفعش تتغير قوانينه. وسنة 1734 بنجامين فرانكلين رئيس التيار الماسوني في بنسلفانيا أعاد طباعة الدستور ده تاني بعد ما أضاف له شوية طقوس جديدة ورتبة تالتة، وبيشير الدستور ده إنه امتداد للعهد القديم للكتاب المقدس، واللي بيقول إن اليهود اللي سابوا مصر مع سيدنا موسى شيدوا مملكة للماسونية. طيب وإيه سر الربط ما بين الماسونية وفرسان المعبد أو فرسان الهيكل؟ فرسان المعبد هو تنظيم اتكون من الرهبان الكاثوليك بحجة حماية الحجاج المسيحيين في القدس، وكان عددهم من 15 إلى 20 ألف، وكانوا من أقوى القوى الاقتصادية في أوروبا في الوقت ده. لكن سنة 1309 حل الملك فيليب الرابع التنظيم بتاعهم، واتهمهم إنهم عبدة الشيطان، وإنهم بيمارسوا السحر وعايزين يقضوا على المسيحية ويحكموا العالم، فأمر بقتلهم وحرقهم. لكن في الآخر طلعت كل الاتهامات دي متلفقة، وإن الاعترافات كانت تحت التهديد والتعذيب، وده بسبب ديون الملك فيليب الرابع للفرسان دول بمبالغ كبيرة، فتلفقت لهم التهم دي علشان يسيطر على فلوسهم. اللي قدروا يهربوا منهم بقى عملوا تنظيم سري مع الملك روبرت بروس ملك اسكتلندا علشان ينتقموا من الملك فيليب. فرسان المعبد بقى كان عندهم 3 رتب بالظبط زي رتب الماسونية، وشبهها كمان في الطقوس والتنصيب، ونقدر نقول إن الماسونية هي امتداد لفرسان الهيكل حتى لو اختلفوا في الغاية والوسيلة. إلا إن الماسونية ماشية على نفس النهج من حيث السرية والتنظيم، ويمكن ده هو سر الربط بين الماسونية وفرسان الهيكل. لكن بعض الماسونيين بقى بيقولوا إن اللي أسس الماسونية هو المهندس الأعظم حرام أبيف، واللي المفترض إنه أشرف على بناء هيكل سليمان زي ما اتقال في سفر أخبار اليوم الثاني في التوراة، وكمان مات وهو بيدافع عن سر العمارة. لكن معظم علماء الأثار في العالم بينفوا وجود هيكل سليمان من الأساس، وبيقولوا إن قصة الهيكل دي
ألفها اليهود علشان يثبتوا أقدامهم في فلسطين، وده معناه إن ما كانش فيه ماسونية أصلاً في عهد سيدنا سليمان، لأن ما فيش حاجة اسمها هيكل سليمان أساساً. وكل ما في الحكاية إنه معبد صغير بنى سيدنا سليمان علشان يتعبد فيه هو وأسرته بس كده. لكن بعض الماسونيين بقى اللي شطحت منهم خالص قالوا إن المهندس الأعظم هو الله، وإن ربنا بنفسه هو اللي أسس الماسونية في جنة عدن، وإن الجنة هي أول محفل ماسوني، وإن ميخائيل رئيس الملائكة هو أول أستاذ أعظم. ودول بقى إحنا مش هنرد عليهم لأن ليس على المجنون حرج. الماسونيين بقى دايماً بيدعوا إنهم جماعة خير وإنهم بينبذوا الشر، وده الحقيقة بيبان في شعارهم الملائكي الإخاء العدل المساواة، وبيشترطوا في الشخص اللي ينضم ليهم إنه يكون صاحب إرادة حرة وسمعة طيبة ويكون عنده قبول وجماهيرية، وطبعاً لازم يكون تعليم جامعي وتكون صحته العقلية والبدنية كويسة جداً. الغريب بقى إنهم ما كانوش بيقبلوا انضمام الستات ليهم، معرفش إيه وجهة نظرهم الحقيقة، يمكن علشان الستات ما بيبلش في بقهم فولة ودي منظمة سرية يعني وكده، الله أعلم. لكنهم اضطروا إنهم يقبلوا أول ست بعد ما شافت من خرم الباب الطقوس الكاملة لاعتماد عضو جديد، فضموها حفاظاً على السرية، ومن بعدها بدأوا يقبلوا الستات. وكانوا في الأول كمان ما بيقبلوش الملحدين، وكان القانون بتاعهم بيقول إن لا يمكن الماسوني يكون ملحد أحمق، لكن بعد كده بقوا يقبلوا الملحدين عادي. وبسبب الموضوع ده حصل انشقاق بين محفل فرنسا ومحفل بريطانيا اللي تمسك بالقانون ورفض انضمام الملحدين تماما. أما بقى رتب ودرجات الماسونية فاختلف عليها ناس كتير، وقالوا إن الماسونيين بيخبوا رتب لأنها بتضم شخصيات مهمة في المجتمع الدولي ومش عايزين حد يعرف إنهم ماسونيين، زي روزفلت رئيس أمريكا وتشرشل رئيس وزراء بريطانيا. لكن المنشقين بقى عن الماسونية قالوا إن رتب الماسونية كتير وإنهم 32 رتبة، وقالوا إن المحافل الماسونية بتخفيهم لأنها رتب سرية، لكن المتعرف عليه يعني إنهم 3 رتب. أولهم رتبة المبتدئ، ودي أقل رتبة وبتبقى صلاحياتها محدودة جدا، وده بعد ما بيقبلوه بيدخلوه أوضة فيها الهيكل بتاعهم وبيبقوا مغميين عينيه ولفين حوالين رقبته حبل. بس سبحان الله الماسونيين عندهم تبريرات ملائكية لكل حاجة، فبيقولك إنهم بيبقوا مغمضين عينيه لأنه بيبقى في جهل وظلام، وبمجرد الانضمام ليهم بقى في علم ونور. وبالنسبة للحبل فكأنه الحبل السري اللي بيتقطع بمجرد الخروج للحياة. بعد كده بيبدأ العضو الجديد بالطواف حوالين الهيكل باتجاه عقارب الساعة، وبعدين يسجد للهيكل اللي هو بالنسبة لهم نقطة التقاء الشخص بربنا، وبعد كده يركع على ركبته والرئيس الأعظم يقول: أيها الإله القادر على كل شيء القاهر فوق عباده، أنعم علينا بعنايتك وتجلى على هذه الحضرة، ووفق عبدك هذا الطالب الدخول في عشيرة البنائين الأحرار إلى صرف حياته في طاعتك، ليكن لنا أخاً حقيقياً مخلصاً أمين. وبعدين المبتدئ يقول: يا رب كن معيني وامنحني الثبات على هذا القسم العظيم. وفي الآخر بقى بيهدد الرئيس الأعظم العضو الجديد بأنه هيتقتل لو خالف القسم أو الأوامر. العضو الجديد بقى بعد ما بيتم تعميده لازم ينعزل عن الناس 40 يوم، وفي الأربعين يوم دول بيتعلم تعليم الماسونية. أما الرتبة التانية فهي رتبة أهل الصنعة، ولازم يكون العضو فيها أخلاقه عالية وإيجابي ونافع للمجتمع اللي هو عايش فيه. وفي الرتبة دي بيعرفوا العضو معاني الرموز والطقوس الماسونية. أما بقى الرتبة الأخيرة فهي رتبة الخبير، وهي أعلى رتبة بيوصل لها الماسوني، واللي بيوصل لها بيبقى خلاص وصل لمرحلة الوحش وبيبقى عارف كل الخبايا والأسرار. طبعاً الماسونية ليها أهداف معلنة وكلها أهداف نبيلة، زي المساواة والحرية والإخاء، مساعدة الفقراء، حماية الأطفال من العنف، البحث عن الحقائق، والتقرب من الحكماء علشان يرتقوا بالعقول، ومحاربة البطالة، وطبعاً محاربة الأفعال الغير أخلاقية، وكلهم مؤدبين ومحترمين زي ما قلتلكم. طب لما هي الأهداف كلها حلوة وجميلة كده، ليه بقى تبقى منظمة سرية؟ وليه كل الغموض اللي جواها ده؟ طبعاً الأهداف الجميلة دي كانت هتفضل هي اللي ظهرلنا لو ما كانش المنشقين عن الماسونية
فضحوهم وقالوا أهدافهم الحقيقية. قالوا إن الماسونية قايمة على فكرة ظهور المسيح الدجال، وإن هم بيحاولوا بكل الطرق إنهم يسيطروا على العالم، وبيحاولوا ينتشروا في كل المجتمعات علشان يسيطروا على الشعوب ويمهدوا للنظام العالمي الجديد. واحد من المنشقين دول قال إن الماسونية جزء من خطة حكماء اليهود للسيطرة على العالم، وإن المنظمة دي هيتم استبدالها في النهاية بحكومة يكون اليد العليا فيها للديانة اليهودية، وإن الماسونيين بينفذوا بروتوكولات حكماء صهيون، واللي بتتلخص في الآتي: إحداث الثورات والحروب والفوضى، وتأسيس جماعات وخلايا سرية منتشرة في كل المجتمعات، السيطرة على الصحافة ووسائل الإعلام ونشر ثقافة موحدة للعالم، السيطرة على التعليم، السيطرة على صناع القرار والرؤساء في العالم لإلغاء الهوية الوطنية واستبدالها بهوية عالمية موحدة، إنشاء جيش عالمي موحد ووزارة عدل موحدة، السيطرة على التجارة والصناعة والزراعة. وزي ما انتوا عارفين من قديم الأزل إن اليهود هم اللي مسيطرين على الاقتصاد، سواء من خلال احتكارهم لتجارة الذهب أو امتلاكهم للبنوك، إغراق الدول في الديون وعمل عملة إلكترونية موحدة البيتكوين يعني، القضاء على الأديان ونشر الإلحاد، إشعال الحروب وتفريغ القوانين من مضمونها ووضع دساتير مهلهلة، تغييب وعي الشعوب ونشر الإشاعات والأكاذيب والتلاعب بعقول الناس والسيطرة عليها. نيجي بقى للتقيلة: نشر الأوبئة والأمراض الفتاكة للقضاء على المجتمعات القديمة وإعادة بنائها بشكل جديد بالأشخاص اللي يختاروها، لأن من أهم قواعدهم هو الحفاظ على شعب الله المختار، واللي على حسب كلامهم هم نسل سيدنا داود. أعتقد أن أنتم محتاجين تشوفوا الحلقة رقم 15 من القصة وما فيها، لغز الماسونية وعلاقتها بنصف جورجيا. واضح أن خبايا وأسرار الماسونية كتير، وما أعتقدش أن حلقة واحدة هتكفيها. خلونا نكمل في الحلقة اللي جاية، والكل قصة حكاية وأنا هقول لكم على اللي فيها. تابعوا الستوري علشان كل يوم هيبقى فيه معلومات جديدة ما تقلتش في الحلقة دي، وما تنسوش ان دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب بيشجعني اقول لكم قصص واسرار جديدة. كنت معاكم ريهام عياد.